السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. How are you? الحمد لله برو. How are you? Fine. دلوقتي احنا قدام مطعم حاجة نادرة جدا في ماليزيا انك تلاقي مطاعم بتشوي زي مصر بالظبط. ده مطعم باكستاني. Yeah, باكستاني right? Yeah. ده مطعم باكستاني بيعمل اكل باربيكيو واكل مشوي وحاجاتهم عظيمة جدا بس سبايسي مود. الراجل ده هو المسؤول هنا, هو السوبرفايزر يعني. نايس لانجويج. يا المطعم هنا هو بيشوي شوي بس حاجاتهم مختلفه سنه. ده راجل واقف بيشوي اهو, اسمايل بيضحك اهو. بصوا بيشوي ايه بقى ديت. طبعا هم بيقولوا على الكفته اللي احنا بنقول عليها, احنا بنقول كفته, هم بيقولوا كباب. ودي فراخ بيسموها بوتي, تشيكن بوتي. وديت اللي هي الربع فرخه ولا نص فرخه اللي بناكلها العاديه. لا ربع فرخه دي يا رب, بيسموها تكه. المطعم ده احنا في حته في تشوكت مليانه مطاعم باكستاني كده بيشوا. والمكان دوت المكان ده جميل جدا للناس اللي بتحب تاكل اكل مشوي, مش هتلاقي في ماليزيا حته كده تقريبا. ده المكان ده انا اكتشفته من كتر البرم واللف. بيعملوا اكل مشوي هنا طعمه جميل جدا بس هو سبايسي قوي زي ما قلت, ومن الاماكن اللي برشح الناس تجربها يعني. الشارع ده انا هحط ان شاء الله اللوكيشن بتاعه في الفيديو ديسكريبشن تحت, ممكن الناس تيجي هنا وتجرب. في حوالي 5 أو 6 مطاعم هنا هو. وهنخش على المكان التاني هنا, ده بيعملوا فيه اللي هو بيسموه الروتي او النان, العيش اللي راح السعوديه زي التميس. بس الاكل هنا مختلف فعلا تماما. ده بره كده المكان الخاص بالشاوي, وهنا بقى بيعملوا شويه اختراعات كده عجيبه زي اللحمه المفرومه. وده عمرو بيسألني اكل رز ولا لا, انا بفكر اجيب رز. الله يا عمرو. دي حلويات عندهم, انواع حلويات كده معموله بقى بسمسم وفستق. ده زي المشبك بالظبط ونفس الطعم. قريب جدا. والاكلات دي جميله جدا. ده بقى هنا بوفيه, هتلاقوا فيه رز وفراخ وبصوا. انت بتاخد الطبق اللي انت عايزه يعني. مثلا انت بتقف هنا زي الاوبن بوفيه, بس هم طبعا مش اوبن بوفيه. انت بتاخد اللي انت عايزه, وبعد كده بتلاقي واحد راح ناطط فوق دماغك وراح واخد منك الحساب, يقول لك الحساب بتاعك كام. لحم بقى وفراخ ورز, ودي كلها بقى اللي هي زي بسله وحمص. الاكل الباكستاني من الاكل الجميل بصراحه يعني, بيعجبني. ودي كلها حاجات حلوه بقى, بيبقى فيها كاستر ومعموله بلبن بتاع دوت. طيب ده عامل زي بيض السماء عجيب يعني, ملمسه بس هو طعمه مسكر يعني, بس جميل جدا. وده بيتعمل معاه جزر مش عارف الوصفات ايه بالظبط. ده زي الكاستر او البودينج, بس الحاجات دي جامده جدا. وده الراجل المسؤول هو السايف, هو اول ما بصيت له هودي الشنحه الثانيه. هحاول اجيب لكم صوره المطعم من فوق عشان هو ده اللي انا جربته يعني, وحسيت اكله بصراحه كويس. واكلهم بالنسبه لماليزيا مش غالي قوي يعني, يعني هو يعتبر مقبول شويه يعني, اغلى سنه بس. ده المطعم اهو. ثانك يو. ولاك هتدوسني. مثلا عشان بقول لكم الاسعار بتاعه الاكل, السيخ مثلا دوت عامل 8 رينجت تقريبا. السيخ ده الواحد عامل حوالي 6 رينجت. الربع الفرخه دي عامله حوالي 8 رينجت. فده مقارنه باسعار الاكل في ماليزيا هنا يعتبر غالي, بس هو انت هتاكله مره واحده تقريبا وخلاص, هتتعب جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك لصفحه الفيسبوك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. مش هوصيكم بقى يا جماعه.